يقول كيفية عمل عمرة للطفل عمره 5 أو 6 سنوات من ناحية إحرامه والطواف وصلاة الركعتين بعد الطواف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الطفل لا يميز فإنه يحرم عنه وليه، ينوي عنه وليه ويجرده من المخيطات إذا كان ذكرا ويلبسه ملابس الإحرام، وإن كانت أنثى فإنها تمنع من محظورات الإحرام من الطيب وغير ذلك من ولبس البرقع والنقاب والقفازين، يعني تمنع مما تمنع منه الكبيرة الإحرام. والنية ينوي الولي بمن دون التمييز ويطوف به ويسعى به ويقصر من رأسه بنية العمرة. أما إذا كان الطفل مميزا يبلغ 7 سنين فأكثر فإنه هو ينوي، الطفل ينوي ويحرم ويطوف ويسعى مثل الكبير. نعم.